طيب كلنا سمع. أوكي. لكن مقدمة قبل التوقعات، بعرف تماما قديش دقيق الحكي بدي أحكي بهالمرحلة، قررت أحكي بالوقت بدافع من واجبي ومن مسؤوليتي ودوري كمواطن حريص على وطنه وعمصيره، وكإنسان بيتوقع وشايف أكثر من صورة. بالفعل شايف صور مشربك كتير، الأهم أني شايف إمكانية تغيير مسار بعض الأمور نحو مصير أفضل للبنان، شايف إمكانية الحل نابعة من أنه المخطط اللي عم ينرسم للبنان منه جاهز من قبل ومعلب وموطب، إنه عم يتركب هلأ بروس البعض. المخطط عم يستخدم رئاسة الجمهورية حجة ومطية لمسألة أبعد من رئاسة الجمهورية. القصة عندي مش قصة انتخاب رئيس بس، القصة قصة جمهورية، والخطر عم بيحوم حول سلامة الجمهورية. بهالإطار بعرف إنه الناس حابين يتطمنوا على مسائل كتيرة، اللي بقدر قلن ياه هو التالي: حرب داخلية قريبة بلبنان ما في، في مشاكل وإشكالات مش حرب. رئاسة الجمهورية في رغم التعسر الحاصل، الوضعين الاقتصادي والمالي رح يجتازوا مطبات كبيرة، ورح منشوف مصرف لبنان وحاكمه بتألق وإلى الأمام. وبالمناسبة عندي إشارة لسعادة الحاكم بضرورة الانتباه بعد المركز الكبير أو الجوائز الكبير اللي عم يحصدها، الإشارات كتير كبيرة للمنيح كمراكز، فهالإشارة بحب نبهو فيها أنه ينتبه على أمن. نعم. رح يكون محور هالة معينة لازم ينتبه عنه. نعم. هون خليني فيني ارجع اعيدهم بتلخيص معين. اذا انت تقول بمصير افضل للبنان، بتقول انه رئاسه الجمهوريه هي حجه ومطيه لامر اخر ستكون، والخطر يحوم حول سلامه الجمهوريه، تعتبر انه حرب داخليه قريبه ما في بلبنان، ولكن سيكون هناك بعض المشاكل والإشكالات، ولكن حرب داخلية قريبة ما في. بتعتبر أنه الرئاسة في رئاسة رغم هذا التعثر الحاصل اليوم. بتعتبر أنه رح نشوف حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بتألق وإلى الأمام، وتنبه رياض سلامي إلى ضرورة الانتباه إلى أمنه الشخصي. الوضع الاقتصادي والمالي رح يتجاوز مطبات. نعم. يعني بيقطع منا. وهون بدي أقول كمان لكل صاحب عقار بلبنان، إذا بيقدر يحافظ على عقاره، لأن لبنان رح يشهد ارتفاع بالسوق العقاري، رح يستضيف لبنان مؤتمرات اقتصادية عالمية على أرفع المستويات. بالمجال الإيجابي كمان بقول إنه لبنان على موعد مع جوائز تكريمية وتقديرية رفيعة لأكثر من وجه نسائي، من بيناتهم عندي اسمين واضحين، عندي السيدة الوزيرة ليلى الصلح والآنسة ماشي دياب. في صورتين منهم واضحين، جوائز تكريمية وعالمية. عم تقول لأربع سيدات، أربع سيدات تقريبا واضح منهم هذين الاسمين، الوزيرة ليلى الصلح مادي والزميلة ماي شتياء. نعم. بالمدى القريب مني شايف لبنان بوضع تقسيمي كتقسيم. من ناحية تانية
مش مبين عندي نهاية قريبة لمسلسل الاغتيالات والانفجارات، مع انه الاجهزة الامنية والقضائية رح تكشف معطيات وجوانب من بعض الجرائم، مناوشات بين لبنان واسرائيل وسوريا، جزء من سما لبنان رح يكون فيه مفرقعات نارية ابتهاجا برحيل رأس السلطة باسرائيل او العدوة. هيدا الجو العام هلقني اللي عم بحكي فيه. وبعد في عندي تفاصيل لتوقعات رح بذكرها هلقني، بس هيدا اللي حكيته كجو عام. عم رد على أسئلة العالم عم نسأل عنك اليوم، إذا في حرب أو ما في حرب، إذا في رئيس أو ما في رئيس، إذا مين هيك عملت. خليني أرجع لخص الجزء الثاني من هذا الجو. اعتبرت أنه سيكون هناك ارتفاع وازدهار بالسوق العقاري بلبنان، رح يكون في استضافة مؤتمرات وندوات، لبنان على موعد مع جوائز تكريمية رفيعة لأكثر من وجه نسائي، من بينهم شايف بوضوح الوزيرة ليلى الصلح حمادي والإعلامية ماي شديار. كمان بين الصور الباقيين عندي هون هن لكمان لسيدي العلاقة ما قدرت لقط بالضبط، يا مرت رئيس جمهورية سابق أو ما عم تطلع معي مظبوط، فكرمال هيك فضلت أنه أحكي اللي واضحين كتير عنه. كمان قلت أنه بالمدى القريب لا أرى لبنان بوضع تقسيمي، اعتبرت أنه رح يكون أو رح يستمر مسلسل الاغتيالات والانفجارات، أو بمعنى آخر لا ترى نهاية قريبة لمسلسل الاغتيالات والانفجارات للأسف. يعني كمان اعتبرت انه رح يكون هناك مناوشات بسيطة بين لبنان واسرائيل وسوريا، وجزء من سما لبنان ستشهد مفرقعات نارية ابتهاجا برحيل رئيس السلطة في دولة عدوة اللي هي اسرائيل. وفي شيء نقصته عندك سجل هو الانفجارات، مع انه الاجهزة الامنية والقضائية رح تكشف معطيات جوانب من بعض الجرائم. رح بيكون في اذا كشف لبعض جرائم الاغتيال. عندي توقعات هلأ، هل التوقعات هي غير الجو العام، هي توقعات مفصلة. منبلش كمان